كريم عبد الجواد ابن الأسكندرية من مواليد 30 من يوليو عام 1991، توج بطلا للعالم في النسخة قبل الماضية وتحديدا يوم الرابع من نوفمبر عام 2016. كان على حساب زميله بالمنتخب رامي عاشور، أحد نجوم اللعبة وصاحب اللقب العالمي في 3 نسخ سابقة. عبد الجواد هو ثالث مصري يحصد لقب بطولة العالم بعد كل من الأسطورة عمرو شبانة نجم الأهلي الأسبق صاحب الأربع بطولات، رامي عاشور المتوج ب3 بطولات سابقة. نجح الكابتن ناصر زهران في التفاوض معه وضمه من نادي الجزيرة يوم 9 من يوليو 2017 لينضم لصفوف القلعة الحمراء ليقود كتيبة مليئة بالنجوم في محاولة للمنافسة على لقب الدوري الممتاز وسط عمالقة اللعبة، حيث أن الدوري المصري بمثابة بطولة عالم مصغرة. كريم حقق العديد من الألقاب خلال مسيرته الاحترافية، بداية من بطولة بيتسبرغ الدولية في أمريكا التي حققها في فبراير 2015، ثم توالت البطولات حتى نجح في عصد بطولة الأهرام الدولية بعد غيابها لمدة فاقت 10 سنوات في سبتمبر 2016، ثم التتويج الأكبر في عالم مسيرته الاحترافية بالفوز بلقب بطولة العالم، قبل أن يحصد لقب بطولة قطر الدولية في نوفمبر من نفس العام، أي أن عام 2016 كان وش سعد على كريم عبد الجواد. ثم اعتلى صدارة التصنيف العالمي مايو 2017. لاعبنا اليوم نجح مؤخرا وتحديدا يوم 9 من ديسمبر الجاري في حصد لقب بطولة بلاك بول الدولية، وهي واحدة من أقوى وأغنى البطولات العالمية. ليبدأ رحلة الصعود من جديد في الترتيب العالمي بعدما تراجع للمركز 9 عالميا في تصنيف الشهر الحالي. كريم عبد الجواد بطل لا يمل من حصد الألقاب العالمية. بعد ما شفنا التقرير الجميل عن كابتن كريم عبد الجواد بطل العالم وبطل بطولة البلاك بول، يعني لازم نرحب بيهم لان دي حاجة قليلة جدا عليه بعد كل الانجازات والبطولات اللي بحققها والميداليات الكثيرة في حياته وتاريخه. هنتحاور معاه هو كابتن ناصر وهنعرف حاجات كثيرة عن كابتن كريم عبد الجواد. كابتن كريم مساء الخير. مساء النور. الف مبروك على البلاك بول. الله يبارك في حضرتك. بطولة قوية طبعا، يعني من بطوله من اكبر 7 بطولات في السنه، يعني ان تتعمل في مصر هنا ودي حاجه بالنسبه لنا، هي وبطوله الجونه بطولتين كبار في السنه بالنسبه لنا طبعا، يعني حاجه كبيره، يعني حاجه كبيره. وهنتحاور ونتكلم في حاجات كثيره انا وانت دلوقتي، لكن نرحب بالكابتن ناصر زهران صديق العزيز والكابتن رئيس الجهاز والمدير الفني للسكواش في نادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن، ودايما انت كده بتستقبلنا في الافراح على طول ان شاء الله، ودايما معاك في كل بطوله باذن الله يا رب. يا كابتن ناصر بطولات كثيره، لكن بطوله البلاك بول دي بطوله يعني فعلا زي ما كريم قال هي بطوله من اهم 7 بطولات في العالم، بطوله من حيث اللاعبين المتواجدين جوه البطوله ومن حيث جوائز البطوله. من ساعه ما مسكت ما شاء الله البطولات الكبيره احنا متواجدين فيها وبشكل مختلف. هو طبعا بطوله البلاك بول دي من اكبر البطولات زي ما قال كريم كده، من احسن 7 بطولات على مستوى السنه دي ان شاء الله الحمد لله، يعني من اكبر البطولات فيها برايز ماني عاليه جدا، واللي بتحط في هي بلاتينيوم يعني بنقول عليه بلاتينيوم يعني. فطبعا كل اللعيبه العمالقه زي ما بيقولوا بيحرصوا انهم على الشركه في البطوله ديت، يعني من 1 لغايه 100، وفي بعض اللعيبه بيحاولوا يشاركوا في البطوله ديت لكن ما ترتيبهم مش مناسب او ما يقدرش يخشوا فيها، فطبعا بيبقوا في حاله يعني مش عايزين زعلانين. هم بطوله زي ديت ومصر بتنظمها بتبقى حاجه عظيمه جدا، فبيحرصوا طبعا كل سنه انهم يشاركوا في البطوله ديت. اللعيبه اللي بتشترك جوه البطوله دي بيختاروهم
هو حسب تصنيفهم الدولي. حسب التصنيف. حسب التصنيف يعني كل بيبعت لكن ليه ليميت معين او ليه عدد معين من اللعيبه هم اللي بيشاركوا فيها بس يعني. بالتالي من 1 لغايه 32 تقريبا يا كريم اظن يعني. 32 وكبروا الدرو شويه دلوقتي بقوا اول 64 واحد هم اول بلعب. 64 استعدت كويس انت البطوله دي قبل بلاك بول كسبان باكستان الدوليه مظبوط؟ كان استعداد ليها ولا كان ايه بالظبط في طريق بلاك بول؟ هو احنا عندنا تقريبا اللي هو بنسميه البري سيزون اللي هو اخر بطوله عندنا بتبقى في اول شهر 6 كويس. بناخد حوالي 3 اسابيع اجازه وبعد كده بنبتدي عندنا شهرين ونص كده تمرين. فده اللي هو البري سيزون بتاعنا للسنه كلها لان عندنا ما بين البطوله والبطوله نتكلم في اسبوع او حاجه زي كده يعني. اخر 3 بطولات لعبت هونج كونج في باكستان في بلاك بول كان ما بينهم يوم واحد يعني. يوم واحد. لا احكي لي يعني ايه يوم واحد يعني. انا ازاي يوم واحد بطوله في باكستان مظبوط؟ البطوله الاول ابتديت في هونج كونج بس. رجعت القاهره قعدت اقل من 24 ساعه سافرت لباكستان بس. جيت من باكستان على الاوتيل عشان تاني يوم كان عندي ماتش في بلاك بول. فعندنا الفترة دي تقريبا البري سيزون بتاعنا هو ده اللي بيشيلنا لحد شهر 6 اللي بعده. ده بعد 6 اللي جاي. فهو ده فترة الإعداد بتاعتنا. أنا طبعا عملت فترة إعداد محترمة جدا. ركزت فيها على الحاجات اللي أنا كنت واقع فيها شوية سواء بدنيا أو حاجات في السكواش. يعني إيه واقع فيها؟ يعني أنت كلعيب أنت اللي بتمرن ولا بتتعاون مع كابتن ناصر وتتعاون مع مدربينك بمعنى أصح؟ لا طبعا أنا عندي تيم محترم جدا بيبتدي من كابتن ناصر المدير الفني و عندي بعد كده عمر عبد العزيز ومحمود عبد القادر دول مدربين السكواش بتوعي. كابتن احمد فرج الله مدرب اللياقه البدنيه بتاعي. ده التيم بتاعي. دكتور محمد وفاء العلاج الطبيعي بتاعي. دول التيم بتاعي اللي انا بشتغل معاهم على طول يعني. بنحط بروجرام مع بعض بلان معينه بنمشي عليها للسيزون كله. فاشتغلت معاهم ان انا السيزون اللي قبله كان عندي شويه اصابات كده عطلتني شويه. فكان بري سيزون ده بالنسبه لي مهم جدا عشان اعوض فيه الحاجات اللي كانت واقعه مني سواء بدنيا. الاصابه طبعا كانت عامله لي شويه مشاكل كنت لازم اعالجها عشان ما تجيليش تاني. فهو ده كان قصدي يعني ببري سيزون محترم مع التيم بتاعي لان انا اقدر ان انا ارجع تاني. انا رجعت رقم 9 كنت رقم 1 رجعت رقم 9. بلاك بول طبعا هتساعدني في الرانكينج جامد. هتزوق 4 قدام 4 مراكز قدام. هتزوق 4 مراكز قدام. كابتن ناصر يوم واحد 24 ساعه فاصل بين بطولتين كبار يكسب هناك ويجي على مصر يقعد يوم ويقوم داخل على الاوتيل على طول ولعب ازاي؟ طبعا هو يمكن كريم البرنامج بتاعه عشان هو كان حاسس ان هو في الفتره الالفيه قبل كده السنه اللي فاتت ديت كان وقع شويه طبعا بسبب الاصابه اللي عنده ديت. لكن احنا كنادي اهلي وجهاز فني كان عندنا يقين قوي جدا ان كريم لاعب موهوب وهيرجع بسرعه. وبناء عليه يمكن كان في تنسيق بيني وبين كابتن عمر عبد العزيز كابتن محمد عبد القادر والكابتن احمد فرج الله. انا اساس عايزين ان الراجل ده يرجع تاني. ان كريم بطل عالم بطل عالم يقع وينزل رقم 9 في خلال سنه دي يبقى في حاجه. فهي الاصابه اللي هي بعدله شويه عن اللعب لكن احساسي اول ما لعب هونج كونج وعامل ماتشات قويه جدا ولقيت عامل سكور كويس جدا مع علي فرج في دور الثمانية وعامل الجميل منهم 12 10 12 10 يعني كان اي واحد فيهم كان ممكن يكسب المباراه دي. تمام. تاني حاجه ما راح باكستان على طول ولعب في بطوله باكستان وشايفه كان عنده يمكن اقوى ماتش في البطوله دوت مع اللاعب اللي اسمه تيجو. في الفاينل دوت اللاعب ده غيدت جدا وغليت جدا وفت جدا يعني جدا. يعني فعلا يعرف اي واحد في الملعب. وبنعلى لما كسبوا 3 لاف كمان في الفاينل قلت ان بطوله باك بول دي كان عندي احساس كبير جدا يعني ان كريم هيكسب. وكنت داخل مع ناس في تحدي انهم هيكسب وفعلا اثبت وجوده. ويمكن خلال البطوله ديت يعني احساسي ان لاعب تيجو دوت تاني برده في ماتش تاني وكسبه 3-1 تحس ان سكه كريم كانت صعبه جدا في البطوله دي. يعني كسبان رقم 1 و2 و3 على العالم وخدهم بالترتيب كده لسه هجيله. فدي كانت حاجه صعبه. هي القرعه بتتعمل ازاي؟ كل دور يعني مثلا في بطوله اوروبا مثلا بيعملوا بعد الدور 16 يعملوا دور 8 وهكذا. في مصر بنعمل القرعه على طول ونشتغل. في بلاك بول بطوله قويه جدا بيعملوا القرعه بتكون عارف سكتك لغايه الفاينل ايه ولا كل مرحله بيعملوا القرعه؟ لا هو نظام واحد بينزل على على كل البطولات الدوليه سواء كل البي اس اي بطولات هي بتنزل بنظام واحد.
اول 8 ما بينفعش، اول 8 العالم ما بيلعبوش مع بعض غير في دور ال 8. ما ينفعش يلعبوا في دور ال 8. ما ينفعش يلعبوا في دور ال 8، يوزعوهم يعني. في دور ال 8 من 5 ل 8 لازم بيلعب مع رقم 1 لرقم 4 على حسب القرعه. تمام. فاحنا بنيجي بنبص الدرو بينزل تقريبا قبل البطوله بحوالي شهر او 3 اسابيع، بنبقى عارفين ان احنا من اول ماتش عندنا مين لحد اخر ماتش عندنا مين، طريقك فين لغايه الفاينل بالظبط. طب خلينا نقولها بشكل مختلف، دور ال 8 الشرباجي او بطل العالم، دور السيمي فاينل اخذت الثالث اللي هو طارق مؤمن، الفاينل اخذت علي فرج. ازاي المسافات اللي بينها قد ايه؟ عايز اعرف الاوقات يعني بينها يوم ولا ورا يوم ورا بعض على طول، وازاي قدرت تمشي في الطريق ده؟ انا شايف الطريق صعب جدا، اول ثلاثه على العالم. هو طبعا الطريق صعب جدا يعني، انا دور الثمانيه ان هو يجي لي محمد الشرباجي رقم واحد على العالم، كان ممكن يجي لي مثلا رقم اربعه سايمون روزنر. لا وقبل دوت لازم اقولها، دور ال 16 كمان لعب مع مين؟ دور ال 16 كمان كان ماتش كبير جدا، اللي هو اللي وصل معاه فاينل باكستان، اللي هو رقم 11 على العالم. رقم 12 على العالم، رقم 12 على العالم، اللي هو وصل فاينل باكستان معاه. غير اللي هو الرخم صح؟ جدا. اتفضل يا كريم. يعني لعبت دور الثمانيه مع محمد الشرباجي، طبعا دور 16 مع دييجو، دور الثمانيه مع محمد الشرباجي، دور الاربعه لعبت مع طارق مؤمن. يمكن لعبت ماتش معاه 90 دقيقه. ده ماتشك مع الشرباجي في دور الثمانيه؟ مظبوط. هو ده. صح؟ هو. عايز اسالك يا كريم بصراحه، يعني انت عارف هتلعب الاول والثالث والثاني، الطريق الحاله النفسيه بتاعتك عملتها ازاي مع نفسك؟ يعني قلت ايه؟ ازاي قررت تاخد التجربه دي؟ ثلاث مباريات قويه جدا، ازاي بتحضر نفسك للموضوع ده؟ يعني انا عندي الخبره بتاعتها برضو، لان بطوله العالم برضو انا كان تصنيفي رقم 6 على العالم وقدرت ان اكسب بطوله العالم، كان عندي برضو نيك ماثيو في محمد الشرباجي في رامي عاشور. رامي عاشور كان فاينل. فطبعا برضو كانت ماتشات تقيله. انا عن نفسي بحب افكر في ماتش يعني، اكن ده اخر ماتش في البطوله. تمام. بعد ما اخلصه لازم طبعا الواحد بيفرح شويه، وبعد كده لازم اهم حاجه فتره الاعداد، فتره الريكفري اللي هي ما بين في خلال ال 24 ساعه لازم تعمل ريكفري كويس. يعني زي ما كنت بقول، طارق مؤمن لعبت معاه ماتش 90 دقيقه في اقل من 24 ساعه، كان عندي الفاينل مع علي فرج. كان تقريبا عندي كرامب في مع طارق مؤمن في الاخر الماتش، يعني فان انا اعمل ريكفري في من الساعه 10 بالليل لحد الساعه 4 الصبح عشان اعرف اصحى العب ماتش تاني، طبعا بتبقى تقيله يعني. فدي طبعا بترجع طبعا لفتره الاعداد اللي انا عملتها، ان انا اقدر ان انا في اقل من 24 ساعه العب ثلاث ماتشات او ماتشين تقال، اقدر ان انا اقف على رجلي والعب فاينل بعد ماتش تقيل جدا. وده بترجع لفتره الاعداد، والتيم بتاعي اللي انا بقول لحضرتك عليه ان انا معاهم عملت فتره اعداد تخليني جسمي شايلني لحد السيزون كله، يعني لغايه شهر 6 زي ما انت قلت اخر السيزون. كريم قول لي انت بتدرس ايه؟ لا انا خلصت، كنت بدرس فاينانس. خلصت تقريبا من حوالي 5 سنين كده. خير، 5 سنين بتشتغل دلوقتي؟ لا السكواش مختلف. يعني فاضي السكواش تمام. بنلعب 14 بطوله في السنه، ممكن نسافر مرتين في الشهر يعني. مش لاحق. لا طبعا هو ده شغلنا يعني. ده شغلك، ده حاجه كويسه، دي خلي بالك الاحتراف دي حاجه كويسه جدا جدا. كابتن ناصر، من 10 مصنفين على العالم عندنا 7 تقريبا، مظبوط؟ تمام. اقوى دوري في العالم؟ ده يعني ده اقوى دوري، وكمان اللعيبه اللي هم الاجانب المحترفين ببعض الانديه بتتعاقد معاهم وتجيبهم يلعبوا في الدوري المصري دوت، يعني على اساس في منافسه قويه جدا. يعني عندك وادي دجله تعاقد مع لاعب اسمه سايمون تقريبا، عندك هليوبلس، سوري مع سايمون، هليوبلس مع بول كول حد حاجه كده يعني، واماندا صبحي في نادي هليوبلس بنت كمان، يعني بيجيبوا بنات وليك بنت وولد يعني. احنا عندنا بطوله عالم ولاد وبنات بالظبط كده، الكلام يعني. يعني في مصر فيها بطوله عالم مصغره قويه جدا 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 يعني. يعني بقول لحضرتك الدوري ده مش عارف مين اللي هيكسب، يعني في الدنيا كلها قريبه من بعض خالص، يعني حسب حاله اللعيب في نفس اليوم اللي يلعب فيه تقدر تقول انت هتكسب ولا هتخسر يعني. اكيد يعني ماتش هيبقى بطوله مستوى عالي جدا 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 طبعا. كريم 2016 كانت سنه حلوه عليك، 2016 بداتها ب 2015، كسبت في اخر 2015 كسبت بطوله دوليه، وهي دي بدات تحطك على التصنيف. وفي 2016 في اخرها كسبت رامي عاشور في وادي دجله، كسبت بطوله العالم، مظبوط؟ ايه اللي حصل؟ طبعا يعني 2015 قدرت ان انا اكسب بطوله الاهرام، كانت هنا في مصر. ايوه الاهرام بالظبط. وبعد كده شهر 11 كسبت بطوله عالم، دي كانت في 2016.
مع بطولة تانية بطولتين دوليين كمان بطولتين كبار. فدي كانت نقلة كبيرة يعني تقريبا في حياتي يعني. كنت ترتيبي تقريبا رقم ابتديت سيزن في 2015 ترتيبي رقم 14 العالم. كويس. في خلال سيزن قدرت ان انا اوصل رقم واحد على العالم وكسبت بطولة العالم. فدي كانت نقلة كبيرة جدا في الكارير بتاعي يعني. ان انا ابتديت ساعتها يعني هو اللي خلص ساعتها بقى كنت خلصت جامعه كنت ركزت تركيز كامل طبعا عن في السكواش في البطولات. ابتديت اتمرن فول تايم طبعا الصبح وبالليل. ابتديت خلاص ده شغلي ده هو ده هي دي حياتي. فابتديت ان انا اتمرن مظبوط ابتديت ان انا انظم حياتي مظبوط. قدرت ان انا اعمل نطه كبيره جدا في الرانكينج وساعتها يعني من ساعتها انا خلاص فهمت السيستم اللي المفروض يمشي ازاي المفروض اعمل ايه ما اعملش ايه. قدرت طبعا ان انا خلاص استقريت مع التيم بتاعي بقى نوضب كل حاجه البلان البروجرام كل حاجه. الحمد لله السيزن اللي فات طبعا ما كانش احسن سيزن ليا بسبب ان انا ما كنتش بشارك كتير في البطولات في التمرينات في كل صبر. الكلام ده السيزن ده رجعت تاني اللي انا كنت بعمله. ابتديت احس طبعا بالطفره تاني في مستواي يعني ابتديت احسن ابتديت العب احسن ابتديت ان انا الحمد لله كسبت بطولتين. فدي بالنسبه لي طبعا خلاص عرفت البروجرام عرفت البلان يعني. هاي كابتن ناصر بطوله الاهرام كانت بطوله ايام كنت بلعب فيها كانت بطوله سماعه جامد جدا. وبعد كده وقفنا 10 سنين رجعنا كريم كسب بطوله ووقفنا تاني. هو طبعا هي الشد والجذب في البطوله اللي هي المشكله كلها طبعا اللي هو الراعي للبطوله او السبونسر للبطوله ده ما كانش فيه حد متوفر ليها طبعا. وكان طبعا الدينامو بتاع البطوله دي الكابتن ابراهيم حجازي هو اللي كان بعلاقاته الشخصيه وقوه شخصيته بيقدر يجيب سبونسر عالي جدا. فهو طبعا ساعه ما بعد عن البطوله ديت هي وقفت شويه لكن ان شاء الله هي راجع شهر 10 الجاي دوت هتبدا من اول وجديد تاني ان شاء الله. وامنا كبير جدا في كريم ان شاء الله يكون في البطوله ديت ويحقق الانجاز اللي حققه قبل كده ويكسب البطوله مره ثانيه ان شاء الله. هو الوحيد اللي كسبها من فتره واللي كان قبليه احمد براده كان لعب مع رودن ايلز فاينل قبل كده وكسب البطوله ديت على اثنين مصريين بس اللي كسبوا بطوله الاهرام. وانا كنت يمكن كان ليا الشرف اكون حكم مباراه احمد براده ورودن ايلز ده من استراليا. فان شاء الله البطوله الجايه هتبقى حاجه على مستوى عالي جدا وان شاء الله كريم باذن الله يحققها باذن الله ان شاء الله. كريم مع الجمهور المصري بيتواجد على منصات التتويج اغلب بطولاتك الثقيله الكبيره كسبتها جوه مصر. تحب الاجواء المصريه الوضع شكله ازاي بيكون اسرك قاعده بتتفرج الوضع شكله ازاي عايز افهم بصراحه. والله يعني الحمد لله يعني في ثلاث بطولات كبار اتلعبوا في القاهره الحمد لله قدرت ان اكسب الثلاثه يعني. ما اعرفش يعني اكيد مرتاح نفسيا يعني واضح يعني. طب قول لي ايه الراحه النفسيه؟ قول لي ايه الراحه النفسيه؟ يعني اكيد لما بتلعب برضه وسط اهلك وسط اصحابك وسط الناس اللي بيحبوك يعني اكيد بيدوك دفعه كبيره يعني. انا بالنسبه لي بحب العب دايما مع لما يبقى في جمهور كتير يعني بيتفرجوا عليا. فلما يبقى في جمهور كتير والجمهور ده بيشجعك اكيد بيدوك دافع يعني. احساس برضه تاني انك انت يعني بتلعب في بلدك معاك عربيتك بتنزل في اي وقت عايز تروح اي حته هتروحها يعني بحس ان انا راح نفسي كده ان انا ننزل اتمرن يعني ما بيبقاش في ضغط البطوله اللي بيبقى موجود في السفر يعني انك انت في بلد غريبه للفندق للملعب والملعب للفندق بالظبط حياه روتينيه جدا بره. لكن هنا لا انت عندك يعني تخلص ماتش هتنزل تخرج مع الناس صحابك هتنزل اخرج مع خطيبتي مع اهلي فلا في طبعا بحس كده ان انا رايح تمرين انا مش رايح بطوله يعني. بخش الملعب طبعا مع الجمهور مع ان انا ببقى حابب ان انا العب وسط الناس دي بتديني دفعه طبعا كبيره جدا. وجايز عشان خطيبتك وكل في الملعب صح؟ البطولات جوه مصر بطولات قويه جدا وكريم هو واحد من الناس لكن في برضه ناس بتبقى اللي عندها دوافع اخرى في بطولات خارجيه يعني في بطوله من بره مصر اعتقد ان انت برضه بيكون الوضع مختلف ان انت عايز ترفع علم البلد. قول لي البطولات الثقيله اللي هي الكبيره بره مصر اللي بيكون عليها برضه ضغط جمهور كبير. هي في البريتش اوبن طبعا من اكبر البريتش اوبن وفي اليو اس اوبن ويمكن كريم رايحها الشهر الجاي ان شاء الله. رايح يو اس اوبن. هم دول يمكن بطولتين على مستوى عالي جدا طبعا يعني وفي هونج كونج كمان يعني في كل البطولات اللي تتحط تحت مسمى بلاتينيوم او كبار البطولات الكبيره دي اللي هي السبعه اللي قال عليهم كريم تبقى دول بطولات كبيره جدا 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 جدا. ولو هنتكلم عن حاجه بس انت قلت لكريم في مصر يعني اول مره اشوف حاجه كده الناس جايه له من جنوب افريقيا. ما شاء الله. كان عاملين كامب هنا
جم حضروا كل ماتشات كريم في بلاك بول وعاملين يافطه كبيره جدا جدا مكتوب عليها كي جي كريم جوال. انا استغربت يعني قلت دول ايه اللي جابهم وايه اللي عملوا، كانوا عندهم حماس لدرجه ان هم كانوا مشجعوا بين الرالي والرالي والرالي شغال بيشجعوا كريم. اعتقد السكواش لازم يبقوا ساكتين طبعا، هم من كتر الحماس اللي عندهم بقى شجعوا بين الرالي والرالي شغال، فيعني كان حاجه حاله غريبه جدا يعني مش عارف اقول عليها. كريم عبد الجواد في جنوب افريقيا، قول لي ايه العلاقه؟ دفع لهم شكله كده هنشوف. لا انا بروح جنوب افريقيا بقالي 5 سنين كده، بطوله بنلعبها في السنه كده بتبقى بطوله وديه زي دوري كده مصغر بلعبه في جنوب افريقيا. الصراحه هم حبوني جدا، انا حبيتهم جدا يعني، هم الناس هناك لذاذ جدا. لما عرفوا ان انا عندي بطوله هنا في الوقت ده قالوا خلاص هنعمل كامب في الوقت ده. جاي لك مخصوص؟ جاي لي مخصوص. ما شاء الله. قالوا نيجي نتفرج عليك ونشجعك ومش عارف ايه، وقالوا بعد ما تخلص بطوله ان انا اقعد اتواجد معاهم 4 ايام كده، يقعدوا معايا اقعد معاهم يعني وكده. دي سافرت بعديها على طول صح؟ سافرت بعديها على طول. عايزين نجيبك فقالوا لي انت مسافر على طول. هم مظبوط. تمام عارف. فقعدت هم طبعا جم وعملوا طبعا اليوفط بتاعتهم دي. انا لما شفتهم طبعا شفت المنظر ده طبعا انبسطت جدا يعني، لان هم يعني انا بروح هناك على طول وعندي صحاب كتير جدا من هناك يعني ما شاء الله. فانا بعزهم جدا يعني، وهم الحمد لله بيحبوني يعني. ما شاء الله ربنا يكتر احبابك جماهيرك في كل العالم. كابتن ناصر هسألك سؤال شويه، هتقول لي السؤال ده ليه بس هسأله لك. طب ليه النادي الاهلي كبير؟ طبعا. ليه ما نظمش بطوله كبيره بحجم البطولات دي او نحضرها لمجلس الاداره؟ لان من حق جماهير الاهلي او من حق ابطال النادي الاهلي يلعبوا جوه النادي، وبعد ما النادي يبقى عنده 8 ملاعب سكواش كبيره في النادي الاهلي. هي الفكره طبعا ورده علينا طبعا ان شاء الله طبعا، ويمكن قعدنا مع الكابتن رؤوف عبد الهادي مدير النشاط الرياضي اللي انا بشكره من هنا، والكابتن ياسر عبد العال والدكتور ياسر نصير على المجهود المبذول معانا كاسكواش. الحقيقه عاملين معانا هي كابتن عشان اسف والله اسف بضاعه خير. عايز ارجع الصوره اللي فاتت، عايز ارجع الصوره اللي فاتت. لا عايز ارجع الصوره اللي فاتت بس عايز ايدي يا كريم. قول لي يعني ده ضغط ولا ده ايه بالظبط؟ لا بجد والله عايز اعرف يعني الصوره دي. هو تقريبا ان الكره دي كنت بحاول ان انا افتح رجلي لانج يعني عشان اجيب الكوره، ما قدرتش، فكنت رميت نفسي يعني زي دايف كده ان انا الحق اجيب الكوره قبل النقطه الثانيه يعني. انا عايز اسالك سؤال، هي رجليك اتنين على خط واحد ورا ولا خط على خطر؟ لا دي رجلي على الخط اللي ورا، الرجل الثانيه بعديها بخطوه كده تقريبا بالجنب. بصراحه شكلها حلو الصوره يعني، فيها اصرار وحماس ان انت تلحق كوره معينه. لا الكوره بتفرق يعني، الكوره هنا بتبقى بس انت شكلك طيب قوي كريم يعني، شكلك مش زي الصوره. هنا في الصوره اخدت بالك؟ هنا بره في بره الحقيقه كريم جوه الملعب شرس جدا. شرس الصوره لكن بره هادي شويه. كابتن ناصر اسف طبعا كلامك، هنرجع تاني ليه من النادي الاهلي ما بيعملش بطوله كبيره من البطولات دي بحجم الابطال العالميين عندنا. الفكره وارده علينا زي ما قلت انا مع الكابتن رؤوف، وقعدنا معاه ونسقنا معاه ان شاء الله هنحاول نعمل بطوله كمان. يمكن فكرتنا او الفكره اللي انا قعدت عليها يمكن المفاجاه اللي هتبقى عايزين نعملها يعني، ناخد الملعب الازاز اللي في الاتحاد المصري للسكواش ونحطه في دار الاوبرا. فدي بقى ان شاء الله فكره حلوه جدا 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 طبعا جدا جدا. ودي طبعا هناك في باركنج كبير جدا في طبعا للناس وبتاع، ويبقى انت اول مره بطوله تتعمل على مستوى العالم في داخل دار الاوبرا المصريه. عيله. فدي فكره انا بعرضها وان شاء الله هنحاول نحقق، بس ان شاء الله نجيب سبونسر كويس عشان تبقى تليق باسم النادي الاهلي. احنا ممكن نعمل بطوله لكن مش عايزين نعمل بطوله بخمسه ب10 حاجات صغيره كده، النادي الاهلي كبير طبعا، لما يخش في حاجه لازم تكون حاجه كبيره. البطوله بتتقاس بارقام جوائزها بفلوسها بالبرايز ماني بتاعتها يعني بالبرايز ماني. طبعا يعني لو بطوله النهارده بلاك بول انت تقولي دي من اكبر بطولات ولا في اكبر منها اعلى منها؟ في اكبر منها كان معموله في قطر تقريبا. لا هم كلهم نفس الرينج ما عدا بطوله العالم. وبطوله اللي هي بطوله بتتعمل في دبي كل بس. سنه كل شهر 6 اول 8 على العالم بس اللي بيلعبوها بس. فدول كام؟ دي بتبقى 300 وشويه الف دولار. 300 الف 300 في اكثر يعني. اعتقد ان احنا برضو بعد النادي الاهلي ما فيها حصل شراكه مع شركه برزنتيشن، اعتقد ان احنا الوضع بالنسبه لنا يختلف كتير في الموضوع ده. هو طبعا ان شاء الله طبعا، وهو عندنا طبعا رئيس نادي الكابتن محمود الخطيب طبعا حريص جدا على ان زور النادي الاهلي مظهر عالي جدا ومظهر يليق بالنادي الاهلي ومكانته في وسط الانديه المصري مش المصريه بس ولا الافريقيه، الانديه العالميه. فاحنا طبعا ان شاء الله هتبقى عندنا بطوله
اول ستيبس او الخطوه نعملها ان شاء الله تكون بطوله عالميه كبيره جدا يا رب. وتبقى تحت قياده المجلس الحالي ان شاء الله، وتبقى حاجه ما حصلتش قبل كده، واول مره في تاريخ النادي الاهلي يمكن نحاول ننظم بطوله كبيره زي ديت، وان شاء الله تتعامل وتبقى حاجه كبيره طبعا من ضمن البطولات الدوليه ان شاء الله. يا رب يا كابتن ناصر، اتمنى ده، وفعلا لازم كل النادي الاهلي وكل مجلس الاداره والنشاط الرياضي نفكر جديا، لازم نعمل بطوله مع ابطالنا الكبار الموجودين جوه النادي، بطوله كبيره لان اسم النادي الاهلي كبير، ولا وابطال السكواش عندنا اسمائهم كبيره جدا في العالم، عندنا ابطال عالميين في مصر، واعتقد ان في العالم كله هينزلوا لغايه مصر والنادي الاهلي عشان يلعبوا جوه بطولته. كريم، بدايتك في السكواش اكيد وانت رايح ملعب السكواش ما رحتش غير بحاجه معينه، يعني وصلت ملعب السكواش ازاي؟ ده كنا لازم نساله من الاول خالص، لازم نعرف. يعني انا ابتديت اصلا في اسكندريه. كويس. فدخلت النادي، كنت انا واختي ووالدي يعني داخلين نتمشى في النادي على اساس ان انا نادي سموحه. سموحه. ان انا هدفي سبورتنج. لا سموحه. سموحه خلاص بس. هدفي على كره القدم على طول يعني. تمام. فبعد كده لقيت يعني هو والدي ما فضلش ان العب كره قدم يعني. صراحه. لا ما اعرفش السبب صراحه. انا ممكن اروح اساله السؤال ده. انت لعيب كوره كويس؟ لا مش كويس قوي يعني. انا ممكن هو ده السبب يعني. يمكن هو ده السبب في الاخر ان هو شاف ان مفيش فيا الموهبه دي. كويس. وبعد كده راح وداني، كان ساعتها هو كان نفسه العب تنس، بس ساعتها في التنس كانوا قالوا له اروح للسكواش الاول عشان كنت صغير يعني، كان عندي 5 سنين تقريبا. فروحت ساعتها دخلنا الكومبلكس بتاع السكواش كده بالصدفه. فهو ساعتها قال لي ايه رايك في اللعبه دي؟ انا كطفل يعني ساعتها كان بالنسبه لي هي زي لعبه كده، يا تاخد دي مش هتاخد حاجه خالص. مفروض واحد. بس ساعتها قلت له تمام ماشي حلو. فدخلت ابتديت العب مش عارف ايه، بعد كده لقيت ان هي الصراحه هي وسيله ان انا اهرب منها من المدرسه والمذاكره والحاجات دي. خلي بالك كلنا كنا كده. طبعا. اللي راح لعب رياضه قبل كده او لعب رياضه في اي وقت بيزق نفسه الاول عشان يجري المدرسه. طبعا. وبعد كده يقوم طلع بطل. بيجري. اتفضل يا كريم. بس قعدت واخدها كده لحد ما طبعا ساعدتني قبل ما اخش ثانويه عامه دخلت امريكان. اول ما دخلت الجامعه بقى اللي حسيت ان لا هو هي دي، هو ده اللي انا عايزه، هو ده شغلي يعني. فمن ساعه ما دخلت الجامعه لا انا هي السكواش هو ده شغلي، هو ده اللي انا عايز ابقى الكارير بتاعي يعني. وابتديت اركز فيه اكتر واكتر. ساعدني كتير طبعا لما خلصت جامعه، وده كان هدفي ان انا عايز اخلص جامعه بسرعه علشان اركز في السكواش وفي التمرين، ان انا بلاقي نفسي ان انا بتمرن فتره واحده في اليوم، بطولات ما بقدرش اسافرها بسبب الجامعه. فساعتها لا ركزت، اديت وقتي كله بعد كده بعد ما خلصت الجامعه يعني، اديت وقتي كله للسكواش. لكن بدايه جت صدفه يعني. جت صدفه. اي واحد عشان يوصل لبطل العالم لازم يكون عنده هدف وعنده مثل اعلى، مظبوط؟ طبعا. مين بقى اللي كان مثل اعلى كريم لما بدا كريم عبد الجليل يخش للطريق الدولي؟ كان مين مثل الاعلى؟ انا طبعا اول ما ابتديت سكواش ابتديت العب بقى افهم يعني ايه سكواش مش عارف ايه. طبعا فاكر انا كنت بروح بطوله الاهرام دي، كنت بقعد اتفرج على احمد براده، فطبعا كان ساعتها مثل الاعلى. ابتديت العب بطولات، وكان حظي ان انا كنت بقعد في نفس الاوضه مع عمرو شبانه في اخر 4 سنين ليه. اتعلمت منه الصراحه حاجات كتير جدا، وكان يعني بقى هو مثل يعني. انا وانا بلعب سكواش بحس ان انا اتعلمت كتير قوي من عمرو شبانه يعني. فبالنسبه لي طبعا عمرو شبانه علمني حاجات كتير، ومثل الاعلى الصراحه في السكواش عمرو شبانه. كابتن ناصر، ابطالنا كتير، في دعامات تانيه عندنا ولا ايه؟ هو طبعا بالنسبه للبطولات الدوليه عندنا ابطال كتير الحمد لله. يمكن عندنا ادم محمد حاول ده 11 سنه النهارده بيلعب نهائي بطوله امريكا. انا بس عايز اقول حاجه برضه، اقول لكم حاجه، كابتن ناصر قدامه ورقه كبيره فيها اسماء. انا مش هتكلم خالص. هسيب كابتن ناصر بصراحه عشان كلهم ابطال كبار عندنا في النادي الاهلي، لازم نسيب له الهوا شويه. اتفضل يا كابتن ناصر. حقيقي طبعا يعني ادم محمد حاول بيلعب نهائي بطوله امريكا النهارده. ربنا يوفقه في النهائي ويكسب ان شاء الله، وطلع المصنف رقم 2 مصري اسلام اريطا 3-2 في ماتش كبير جدا. في الاسبوع اللي فات يوسف هشام سالم برده 13 سنه كسب اول بطوله كندا الدوليه. في مصطفى حظاظه كسب 15 سنه اول هولندا واول المانيا. في ياسر بعادل كسبت باكستان مع ما شاء الله كريم، كانوا الاثنين اهلي كريم و احمد حسني قبل كده كسب بطوله طلع وصل نهائي بطوله نيجيريا طبعا. تمام. كريم سامي اول باكستان واول بلاك بول وكسب من واحد منه 3 على العالم. في الاخر خالص اقدر اقول عندنا 7 لاعبين رايحين البريتش اوبن
نهاية الشهر ده، وطبعا دي حاجة كبيرة. هم كانوا 9 في 2 يحتضروا، اللي هو عندنا سيف الرفاعي وعلي رحمة وأمين عرفي وريم الأباني مصطفى عسل علي التوخي رنا هشام. دول ده إنجاز بالنسبة لنا، 7 يروحوا للبريتش، 7 رايحين البريتش أوبن، 7 رايحين البريتش أوبن. بصراحة فرصنا إيه في البريتش أوبن؟ أنت قلت عندنا أكبر بطولات موجودة في ملعب السكواش. عندنا مصطفى عسل مرشح رقم 1 19 سنة، مصطفى عسل. عندنا أمينة عرفي مرشح رقم 1 تحت 13 سنة ما شاء الله. عندنا إبراهيم الأباني مرشح رقم 3 تحت 17 سنة. الباقي من 5 إلى 8 طبعا مرشحين كلهم. فدي طبعا حاجة كويسة جدا. بخلاف أنا عايز أقول على مصطفى عسل برضو كلمة، ده نديله حقه في بطولة بلاك بول ديت، عمل نتائج إيجابية جدا وحيلة جدا طبعا. وصوله لدور ال 16 ويكسب 2 من المصنفين الأفضل منه خلال البطولة دي، ويخسر من علي فرج 3-0، بس يعني لعب كويس مش بطل طبعا. بالنسبه للناشئ عنده 17 سنه او لسه بادئ، يقدر كريم حتى يقول لي رايي طبعا في مصطفى، حاجه كبيره جدا طبعا. يعني مصطفى عسل كان معايا، وهو انا شايف ان هو يعني ولد طموح جدا. تقول عليه ايه في وهو بيخش زي ما كابتن ناصر بيقول دخل دور ال 16 وطلع، تقول عليه ايه؟ لا انا مصطفى يعني انا بلعب معاه كتير، يعني بتمرن معاه كتير، بشوف دايما ان هو يعني اكبر من سنه يعني فعلا. هو عنده امكانيات بدنيه طبعا كويسه جدا بالنسبه للاعب سكواش، بالنسبه لواحد في سنه. كرياضيين يعني بنقول ان هو جعان سكواش، يعني جعان هو سكواش. جعان هو 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 بيحب السكواش قوي، و جسمه وعقله في الملعب لا هو تديله اكبر من سنه، يعني ان هو تقريبا كان متنصر يعرف اكتر مني يعني، بس هو لعب السيزون اللي فات سنين سنه والسن الاكبر منه، ما خسرش ماتش تقريبا، كسب يعني حوالي 10 بطولات 17 19 ما شاء الله. كان بيلعب هنا دي 17، بالفرق بينهم حوالي ساعه ونص او ساعتين فاينل. تخيل حضرتك بدنيا بقى وذهنيا و تركيز وحاجه جامده جدا ان شاء الله. يعني انا بقول كده مع كريم هيبقوا الاثنين السكواش في طفره كبيره جدا يعني ان شاء الله. كريم لعبت في كذا نادي، لعبت في الجزيره، لعبت في الصيد، لعبت في الاهلي، لعبت في حاجه ثانيه في سموحه، لعبت في الشمس كمان. في الشمس كمان وكنت مدير فني بتاعه في الصيد خلاف برضو. مع بعضيك يعني عليا ماشي. قول لي اكيد في فرق، ايه اللي فرق بينك بين اي نادي ونادي الاهلي؟ انا بالنسبه لي اكبر فرق حسيته ان النوادي اللي حضرتك قلت عليها كلها، يعني انا قعدت في الجزيره 10 سنين تمام، بس انا لما نقلت رحت الاهلي انا حسيت حاجه واحده بس، النادي الاهلي هو نادي رياضي. فكره كله وفكره الاول والاخير هما في الرياضيين تمام، وازاي يكبر الرياضات وازاي يهتم بكل الرياضات، مش بس كوره وباسكت وسكواش وكل حاجه، بيدي كل لعيبه حقها الصراحه. الانديه التانية لعبتها هي نوادي اجتماعيه اكتر، فده اكبر فرق صراحه حسيته. يعني انا يمكن في الاهلي من النادي الوحيد تقريبا اللي انا لعبت ان هو بيساهم معاك في السفر، يعني انك مثلا بيديني مساهمه سفريه او اتنين في السنه كويس، بيهتم بيك نفسيا وماديا، مش بيخليك محتاج حاجه يعني. فده اكبر. يعني اول ما جيت اتكلمت مع كابتن ناصر من السنه اللي فاتت، كان جاي لي عرضين، يعني عرض من نادي الاهلي وعرض من نادي سموحه. قعدت مع كابتن ناصر اتكلمت شويه، بالورقه والقلم ماشي، قال لي هنعمل لك كذا وكذا وكذا وكذا، ماديا هنعمل لك واحد كذا واثنين وثلاثه واربعه، معنويا انا ما فكرتش لقيت مضيت على طول، لان انا بالنسبه لي انا كلعيب سكواش كلعيب محترف مش هبقى محتاج حاجه ثانيه. الراحه النفسيه وان انا ابقى مستريح في النادي ده، كابتن ناصر زي ما هو قال لك طبعا كان المدير الفني بتاعي. اول سؤال سالته له طبعا خلاص ما بقتش تخش الملعب، لان هو كان بيمرني في نادي الصيد يعني. كنت يعني بيعذبني الصراحه في الملعب. قلت له انت خلاص بطلت تخش الملعب؟ قال لي طب خلاص انا جاي ناجي بقى النادي. مواقف كثيره بتحصل معاك في حياتك اكيد الرياضيه، لو تفتكر لينا مواقف صعبه عليك ومواقف طريفه زي ما بيقولوا، تقول ايه؟ لا طبعا مواقف طريفه، يعني احنا بنسافر كلنا مع بعض طبعا، في مواقف كتيره جدا بتحصل. افتكر واحد كده في السريع مع كابتن ناصر بالذات، جايز ولا ايه؟ بلاش كابتن ناصر. لا كابتن ناصر، كابتن ناصر كلمني في قبل الفاينل بتاع باكستان. قال لي تشد حيلنا بقى، تشد حيلنا، عايزين بطوله. عايزين نفرح بقى، عايزين نفرح شويه. المواقف طبعا اللي بالنسبه لي يعني صعبه، اللي انا يعني لازم اشكر الناس دي كلها عليها، لان السنه اللي فاتت السيزون انا بقول لحضرتك عليه ان هو ما كانش كويس. يمكن عايشت الناس كلها اللي حواليا في وقت
صعب جدا يعني. التيم بتاعي كابتن ناصر، خطيبتي، اهلي، يعني انا كنت هنقف يعني بقى ناخد جزء جزء. اصل انا مش هجري مش تجري مني النهارده. الجزء بتاع كابتن ناصر احنا متكلمين فيه، عندك خطيبتك وعندك الاسره، نخش على دور الاسره بعد اذنك يعني الاول، وبعد كده نخش على خطيبتك. دور الاسره في حياتك طبعا كل حاجه يعني، يعني مش هقول لحضرتك اكتر من ان انا مثلا انا دلوقتي انا ساكن في 6 اكتوبر هنا، بس مأجر شقه في الزمالك عشان اقعد فيها ما بين التمرينين بالصبح وبالليل. والدتي يعني بتصحى كل يوم، يعني انا بنزل تمرين الساعه 9، تصحى قبليها بساعتين عشان تعمل لي غدايا وعشايا وكل والفطار وكل حاجه عشان اخدها واروح يعني. فلا والدتي من زمان يعني، كنت ساكن في 6 اكتوبر وكانت بتوديني على نادي الشمس في مصر الجديده مرتين في اليوم عشان اتمرن. ترجع برضه لازم تعمل غدا وتذاكر لي وكل الكلام ده، فيعني تعبت معايا جدا الصراحه يعني جدا طبعا. سبورت الاسره لا حقيقه يعني، والده كمان ووالدته يعني حتى من صغره وهو صغير جدا يعني كان الناس في ظهره وبيساعدوه في حاجات كتير جدا 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 جدا. وبعدين هم من اولياء الامور اللي هم هادين جدا، مفيش انفعالات، مفيش نفاذه، مفيش ضغط على كريم في الملعب يعني، كانوا يسيبوه يلعب براحته ويبدا ويتكلم فيها. اولياء الامور الايام ديت صعب جدا، ضغط على اللعيب وعايزين يبقى بطل لا هو ما كانش مستعجل عليه. عايزك تقول لهم كلمه لاولياء الامور، انا مش عايز اضغط على اللعيبه صراحه، اللعيبه بالذات اللعيب اللي يكون فردي بيختلف عن اللعيب الجماعي، الجماعي احنا بنتكلم بعض في الملعب، لكن الفردي ده منه لنفسه، فالضغط ده تقول لهم ايه؟ قال لهم المشكله الكبرى هو انتم، لازم تسيب ابنك في السن دوت يبدع، متقاش انت وسيله ضغط عليه بتلغي شخصيته والملعب بتخليه تملي نظره بره معاك، وده بيقلل من تركيزه، بيخلي تملي. والكلام برضه للمدربين كلام كتير جدا بين الجيم والجيم، وخناقات مع الحكام وخناقات مع الناس، وحاجه بدات جو غير رياضي وغير سليم طبعا. الكلام من ده كان انا نفسي بس اقول لهم كلمه، يتفرجوا على كريم وعلي فرج في النهائي، ومدى الاخلاق الرياضيه جوه الملعب ومدى حب اللعيبه لبعض وجوه الملعب، الاثنين كسبانين مفيش حد خسر، النهائي اللي كسب شخص من مصر، فدي جايه البطوله لمصر. يا جماعه ارجوكم الهدوء، خلي المدربين يشتغلوا، ابعدوا عن الاولاد شويه، وخلي كل واحد ياخد حقه، وبلاش اللي هي التنشنه والنرفزه عملها على بلاش نفسنا بالظبط. والله كلامك صح والله، بلاش نفسنا كلهم ولادنا في الاخر. هنشوف يعني بنقول لك بنتكلم علي فرج. علي فرج بص واخده ازاي وطالع بيه بره الملعب. انت تتكلم انت كريم تقول لي ايه؟ خساره ومكسب وكل انفعالات كتيره بتحصل معاكم وانتوا في الاخر اصحاب. طبعا يعني علي فرج بالذات من هو جيلي يعني، هو اصغر مني بست شهور. لعبنا مع بعض في الناشئين يعني فوق يمكن 60 70 مره يعني. فمتربيين مع بعض يعني. ف علي برضو جاي عليه فتره كده سافر في امريكا درس في هارفارد وبطل سكواش تقريبا حوالي 3 سنين، بطل يلعب بطولات دوليه، وبعد كده خلص الجامعه وبدا يلعب تاني. فرجعنا تاني نلعب مع بعض كتير وكل الكلام ده. فهو طبعا يعني حد هو متربي معايا وصاحبي من واحنا عندنا 6 7 سنين بنلعب مع بعض يعني. في تعاطف جوه الملعب يحصل بينكم وبينه؟ لا صعب. انسى الرساله بتاعت اللعيبه. لا انسى. طب انا عايز تقول كلمه للاسره، كلمه لاسرتك يعني تقول لهم ايه؟ تشكرهم، تقول لهم ايه على الهوا كده قدام الناس كلها؟ طبعا بشكرهم يعني عشان لولاهم يعني ما كنت زمان دلوقتي في المركز انا وصلت له في السكواش وفي الدراسه وفي كل حاجه. تعبوا معايا جدا طبعا، ضحوا بحاجات كتير جدا بس عشان يشوفوني لعيب سكواش محترف يعني، اقدر ان انا وصلت اللي انا وصلت له ده. فطبعا من غيرهم ما كنتش عملت اي حاجه من اللي انا عملتها دي. بشكرهم طبعا وبشكر تعبهم معايا في السنين اللي فاتت دي كلها، ومقدر طبعا كل حاجه اللي عملوها في سواء دراسه او في السكواش او كل وقت الدهول يعني. خليني خطيبتك مش عايز مش هيروح النهارده المرحله دي، هيقعد جنبي مش هيروح انت عارف. طب قولي طمنا على المرحله اللي جايه، او نتكلم سريعا لان احنا داخلين في الاوقات الاخيره في الوقت، نتكلم على السكواش بصفه عامه في النادي، المرحله الجايه عندنا ايه؟ احنا عندنا زي ما قلنا البريتش اوبن، عندنا يمكن المرحله الجايه اعداد جامد جدا لبطوله النادي الاهلي. بطوله النادي الاهلي هتبقى من يوم 7/2 لغايه 11/2 فبراير. الفتره الجايه ديت زي ما قلنا هنشارك في بطوله بريتش اوبن، هنرجع من البريتش اوبن ديت هنبدا بقى اعداد يمكن معسكر داخلي للاعيبه، عشان بطوله الاهلي دي بنحاول نعمل فيها افضل النتائج عشان طبعا نرفع اسم النادي، وكل لاعب في النادي بيحب طبعا ان هو يحقق نتيجه كويسه طبعا.
عندنا الشهر دوت من يوم 25 26 27 28 هنشارك دوره مجمعه في اسكندريه بطوله الدوري العام للناشئين. برضه احنا منافسين جدا قويه جدا مع وادي دجله ديت في التجمع الثاني دوت. الحمد لله احنا مجموعتين، وادي دجله في مجموعه واحنا في مجموعه، ان شاء الله نتقابل في النهائي مع بعض، يبقى ان شاء الله خير بالنسبه لنا. النهائي اهلاوي نتمنى ذلك طبعا. هو وادي دجله من الانديه المميزه جدا، عندهم لعيبه على مستوى عالي بقياده الكابتن كريم درويش وعمر عبد العزيز وكابتن بيسو او باسم. هنبقى احنا الاهلي داخل بقوه، كل دلوقتي بيبقى عامل حساب النادي الاهلي في البطولات كلها. كنا من سنين فاتت كنا بعيد شويه عن عندناش منافسه معاهم او ما عندناش ما يخافوش مننا، كانوا بيلعبونا بالسكن تيم، ولان كان عندنا مشكله ملاعب ومشكله اللعيبه ما بتتجمعش وما بتعرفش تلعب، لكن النهارده عندنا مجمع كبير جدا وعلى حاجه مستوى عاليه جدا، فطبعا اللي جاي يكون افضل باذن الله. وبرده في الحته ديت احب ان انا اشكر التيم بتاع كريم طبعا، كابتن عمر عبد العزيز، كابتن محمود عبد القادر، الدكتور محمد وفائي، احمد فرج الله، كل دول بامانه عملوا شغل كبير جدا مع كريم ورجعوه على رجليه تاني، فلهم مني طبعا كل احترام وبشكرهم على المجهود اللي عملوه. انا بشكر الجهاز كله الفني برئاستك بصراحه والاداري والطبي بتاع السكواش. كريم سؤال اخير هكون لخطيبتك، سؤال اخير، انا عارف مش هنختبر بنتكلم عليه، لكن الدوري السنه دي شايفه ازاي مع الصعوبات اللي كابتن ناصر بيقول عليها؟ الدوري رايح فين؟ طبعا الدوري صعب يعني، بالذات في مصر في السكواش هو دوري بيبقى تقيل جدا، لان احنا عندنا زي 7 من أول 10 على مستوى العالم مصريين، فكل تقريبا كل لعيب او كل لعيب مننا بيبقى في نادي مختلف، بيبقى دوري تقيل طبعا. زائد طبعا الانديه كلها بتستعين بلعيبه اجانب برده من التوب 10 عشان يدعموا فرقتهم يعني. فالدوري في مصر بيبقى تقيل، بالذات كمان ان هو بيبقى في اخر الموسم، بتبقى اللعيبه كلها وصلت لمرحله اجهاد يعني، فبتبقى ماتشات تقيله جدا. عندنا تقريبا الدور الثاني طبعا من الدوري هيبقى تقيل، هنلعب بقى مع وادي دجله وسموحه واليوبلس والانديه الثقيله دي، فاتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر ان احنا نختم الدوري يعني بمركز متقدم ان شاء الله في الدوري، ان شاء الله نقدر ان احنا نعمل مركز متقدم يعني. شايف ان النادي الاهلي باللعيبه الموجوده فيه يقدروا يعدوا الدوري ده؟ ان شاء الله. عندنا زي ما عندنا مصطفى عسل، عندنا احمد حسني، عندنا ياسرب عادل، عندنا فرقه في كريم علي فتحي وكريم مجدي وفي ياسرب عادل وكريم معاهم طبعا. بس الحقيقه يعني كنا احنا اتاخرنا في التعاقد مع اي لعيب اجنبي السنه دي طبعا، نظرا لضيق الوقت وكانت اللائحه لسه ما اتعملتش تحت النادي. السنه الجديده السنه الجايه ان شاء الله احنا نوعدهم ان احنا، لكن احنا النهارده بنركز ان شاء الله نكون من احسن 3 فرق باذن الله ان شاء الله. يا رب باذن الله وهنعدي قريب باذن الله. باذن الله ان شاء الله. الكاس المصاب. الكاس المصاب. صح؟ مظبوط. الكاس بلابول؟ اه. طيب تقول له ايه بقى كلمه اخيره؟ هقول لك كلام وتقول لي رد رده سريعه عشان هتخدم بمين؟ بخطيبتك. الكاس. تعبت جدا عشان اوصل له. تقول لجمهور النادي الاهلي ايه؟ بشكرهم طبعا على الدعم يعني والسبورت طبعا اللي هم كانوا مدولي الفتره اللي فاتت. تقول السوشيال ميديا ايه وجمهور السوشيال ميديا اللي متابعك بقوه على السوشيال ميديا، تقول لهم ايه؟ دايما بيزقوني زقه لقدام، دايما بحس ان في ناس بتساعدني وبتبقى واقفه جنبي وبيشجعوني ان انا اقدر اعمل حاجه احسن. انا في نهايه الحلقه انا هسيب هو يختم الحلقه، انا هسيب، انا هشكرهم وهسيب كريم يقول كلمه لخطيبته في اخر حاجه بعد ما يخلص هنختم حياتنا. انا في النهايه بشكركم، بشكر كابتن ناصر زهران الصديق العزيز ودايما من بطوله لبطوله والنادي الاهلي دائما في المركز الاول. انا بشكرك على بجد حقيقي بجد والله، انت عامل مجهود معانا كبار جدا يعني، وخصوصا لعبه سكواش وكل الناس محبين لعبه سكواش بشكرك جدا يعني. وفي النهايه انا بشكر الجهاز الفني والاداري والطبي على المجهود اللي عاملينه معانا السنه دي، واحنا بنشكر كل جهاز السكواش كاملا. بشكر ضيف العزيز كابتن كريم عبد الوهاب بطل العالم، وهسيبه يختم الحلقه بكلمه اخيره لخطيبته. شكرا وتابعونا الحلقه اللي جايه. اتفضل كابتن كريم. طبعا انا بشكرها طبعا. عايزك تبص، عايزك تبص بقى الكاميرا اللي قدامك كده. لا هنا اللي قدامك. ايوه هي دي، بس عايزك تبص. اتفضل. طبعا بشكرها لان انا محظوظ طبعا ان هي كانت بتلعب سكواش وفاهمه السكواش كويس قوي، وفاهمه احنا محتاجين ايه. مين بقى اسمها؟ اسمها فرح. طيب اتفضل. بشكر فرح. فرح بتكون فرحه يعني. بالظبط. بتشكر لها جدا طبعا، ان هي بلاك بول تقريبا، هي كانت شايله كل حاجه من A to Z، سايباني بس اركز في ماتشاتي.
بتعمل كل حاجه قبل وبعد الماتش، فاهمه سكواش، فاهمه انا محتاج ايه، فاهمه امتى تتكلم معايا امتى تتكلمش معايا. هتتجوز امتى بس قول؟ طيب شهر 6 ان شاء الله. صح كده. عايزين نعرف. عايزك تختم الحلقه بعد ما تخلص تختم الحلقه. يلا. فطبعا بشكرك جدا، ومحظوظ طبعا ان انا مع واحده زي فرح يعني، و بتشكر لها جدا طبعا على كل السبورت اللي هي بتديهولي، وان هي بتسح مني في الوقت اللي انا مش كويس فيه، وان الوقت اللي فات طبعا ما كانش ألذ حاجه مني يعني، لان انا زي ما قلت ان هي كانت فتره مش كويسه عليا، وان هي استحملتني يعني الفتره اللي فاتت دي. اختم الحلقه، اختم، وشكرا والى اللقاء. يلا شكرا والى اللقاء.